قتلى في صفوف العسكريين السوريين ودمار كبير بقاعدة الشعيرات الجوية جراء ضربة صاروخية أمريكية ردا على الهجوم الكيميائي على إدلب. ترامب يعتبر الضربة الأمريكية على سوريا انتصارا للعدالة، وروسيا تعلق اتفاق التنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا. ردود فعل دولية متباينة على الضربة الأمريكية على قاعدة عسكرية سورية. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى بانوراما إخبارية شاملة من شاشة النيل. أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري سوري ارتفاع عدد ضحايا الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط البلاد إلى 7 قتلى و9 جرحى، كما ألحقت الضربة دمارا شبه كامل بالقاعدة الجوية. وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت عدوانا سافرا يؤكد مشاركتها للتنظيمات الإرهابية بحسب بيان الجيش. في تطور غير مسبوق يعطي للأزمة السورية أبعادا جديدة، شن الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية السورية، وذلك ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف إدلب الثلاثاء الماضي. أمرت بضربات جوية موجهة على مطار عسكري سوري نفذ منه الهجوم الكيماوي. هذه الضربات العسكرية على سوريا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي الحيوية لمنع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية المميتة. ليس هناك تنازع في شأن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية وانتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاق حظر استخدام الأسلحة الكيماوية وتجاهلها لدعوات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. الولايات المتحدة أطلقت 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين تابعتين للبحرية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص بوسط سوريا، التي يعتقد أنها على صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق دمار شبه كامل بالقاعدة العسكرية بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوية. أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 3:42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة. وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن الضربات لم تستهدف أجزاء من القاعدة العسكرية التي يعتقد أن قوات روسية تتمركز فيها، مؤكدا أن واشنطن أبلغت القوات الروسية مسبقا بالضربة الصاروخية. وكانت موسكو قد حذرت واشنطن من مغبة توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، مشددا على أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج سلبية. تحذيرات موسكو التي تجاهلتها واشنطن جاءت في أعقاب الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، والتي فشل خلالها في الاتفاق على قرار ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف إدلب وأودى بحياة 86 شخصا على الأقل، بينهم 30 طفلا و20 امرأة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر سكايب من باريس الأستاذة فاتولا بدوي الكاتبة الصحفية. أستاذة فاتولا مساء الخير. مثلا أستاذة فابيولا، كيف تقيمين ردود الفعل الدولية تجاه الضربة الأمريكية على سوريا؟ يعني بطبيعة الحال لو اتكلمنا على ردود الفعل الغربية هنلاقيها متوقعة، ألمانيا وفرنسا على أبواب انتخابات، والرئيس الفرنسي تنتهي مدة ولايته ويسلم الراية لمرشح الحزب الاشتراكي.
وبطبيعه الحال مرشح الحزب الاشتراكي السيد هامون هو يعني احد المرشحين الذين يرفضون بوجود الاسد. نفس الوضع بالنسبه لالمانيا، السيده ميركل تغسل يدها من ملف الهجره والمهاجرين الذي يؤثر عليها. من جهه اخرى نجد بريطانيا الحليف يعني الاكبر للولايات المتحده يؤيد مثل هذه الضربه، على الرغم من ان بريطانيا لا تضرب على الاطلاق منفرده، احتراما للقانون الدولي واحتراما للمؤسسات الدولية هي تضرب دائما ضمن تحالف تحت الشرعية، ولكنها تبارك الولايات المتحدة حينما تخرج عن هذه الشرعية التي لا تقوم هي بمثلها. إذا ما يعني علينا أن نراقب في هذه الضربة من أيد هذه الضربة وتحمس لها. الغرب، الدول الكبرى في أوروبا التي يعني لديها مصلحة الآن لترسيخ أقدامها، وهناك دولتان على أعتاب انتخابات رئاسية، أم تركيا؟ يعني علينا أن نقرأ المشهد. يعني إسرائيل أول من بارك الضربة، المعارضة السورية سواء يعني من يعني تسمى بأنها معتدلة ومسلحة في نفس الوقت أو الجماعات الإرهابية، يعني هؤلاء أول من باركوا مثل هذه الضربة. ولكننا نظل لا نفهم، يعني الأصوات العاقلة حتى في الغرب تتساءل، يعني من منح الولايات المتحدة شرعية معاقبة دولة والتدخل في سيادتها؟ يعني سوريا دولة لها سيادة أم هي دولة مستباحة من الجميع؟ يعني لو كانت مستباحة من الجميع والمشكلة مع بشار الأسد فيدخل إلى القصر الرئاسي ويتم القبض عليه ومحاكمته، ولكن أن تضرب قاعدة جوية، أن يعني يصاب عسكريين ما بين جرحى وقتلى، أن تستباح أرض ومجال جوي بشكل منفرد من دولة حتى لو باسم المعاقبة، يعني قرأنا مثل هذا السيناريو في العراق والأسلحة الكيماوية وإبادة الأكراد والبحث عنها، ونحن جميعا نتابع ما قالت إليه العراق. نحن لا نقف مع بشار. هل سألت أن هناك تبرير من واشنطن عندما صرحت بأن هذه الضربة تخص فقط الرد على ما قامت به سوريا من هجوم الكيميائي على خان شيخون؟ يعني هذا ما نتساءل عنه، يعني من خولها كي تعاقب؟ يعني يجب أن يعاقب المجتمع الدولي برمته. يعني هذا ملف مفتوح في مجلس الأمن، هناك مناقشات، حينما تفرض عقوبات الكل سيؤيدها، لأن لا يمكن لإنسان عاقل أن يرتدي ضرب أبرياء بأسلحة كيماوية. ولكن السؤال، من خول واشنطن كي تعاقب؟ من يعني أعطى تفويض للسيد ترامب أن يعاقب وحده؟ الملف مفتوح وسوف يصدر يعني تجاهه، ننتظر عقوبات وسوف يحترم الجميع هذه العقوبات. يعني هذه هي الشرعية الدولية التي نعرفها. طب كيف تتوقعين ردود الفعل الروسية تجاه هذه الضربة؟ يعني بطبيعة الحال روسيا الآن تطلب جلسة عاجلة، سوف تندد العلاقات الأمريكية السورية التي تصورنا أنها في شهر عسل هي على المحك، ولكن الضربة قد حدثت. يعني في كل الحالات الضربة قد حدثت، وروسيا لن تقوم بضربة مضادة بطبيعة الحال توجهها للولايات المتحدة. سوف يبقى الإدانة واللهجة الشديدة والاستياء، وربما يمس هذا يعني العلاقة الطيبة التي بدأت بين ترامب وبوتين، ولكن يعني لا أكثر من هذا. يعني تمام. طب كيف ستغير من موازين القوى على الأرض يعني بعد هذا الدعم الأمريكي الصريح يعني كما اعتبرتها المعارضة السورية أنها دعم لها بشكل أو بآخر؟ بطبيعة الحال، ولكن نحن نتحدث عن معارضات في سوريا وليس معارضة واحدة. يعني اليوم يعني سوف ننتظر أن نرى، ربما ليس في القريب العاجل، ولكن سنرى سيناريو قريب من سيناريو القاعدة. سوف يستفيد يعني الجماعات أو تستفيد الجماعات الإرهابية من مثل هذه الضربات لشل حركة القوات السورية، ثم بعد هذا ستنقلب على اعتبار أن أمريكا تدخلت على أراضيها. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى عفوا، يعني هل هذا سيؤيد الحل السياسي؟
يعني نحن كنا نترقى حلا سياسيا في سوريا. تمام. هل هذا يعني سيفيد الحل السياسي بطبيعة الحل؟ لا. تركيا أول من أعلن أنه يريد منطقة أمنة. الكل الآن سوف يبارك هذه الضربة للاستفادة منها لأقصى درجة. سوريا هل ستقف عاجزة أم أن حلفاء سوريا يعني مثل حزب الله أو غيره سوف يقومون بعمليات يعني في نهاية الأمر بطبيعة الحال يعني على الأقل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية كنت معنا من باريس شكرا جزيلا. وللمزيد من التحليل المتابعة أيضا انضم إلينا هاتفيا من روسيا الأستاذ تيمور ديودار المحلل السياسي. أستاذ تيمور يعني بالتأكيد هناك ترقب لما سيدور في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ما حدث من تطورات خطيرة وأخيرة على الصعيد السوري خاصة بعد طلب موسكو عقد هذه الجلسة الطارئة. إلى أي مدى تعولون على هذه الجلسة في الخروج بنتائج ربما يعني تمنع أي تدخل مستقبلي من طرف واحد مثل ما حدث في سوريا مؤخرا؟ رد فعل صنوني لأن علينا أن نكون نتعامل ضمن نسق الأمم المتحدة والقانون الدولي لأن ما حدث الليلة إنما هو إنما هو كله يدل على هجوم على دولة مستقلة. وروسيا قد اتخذت قرار بتوقيف يعني من ساعة أو أقل من ساعة بتوقيف اتفاقية التعامل الآمن في الجو السوري. هذا يعني أن روسيا من ساعة أو أقل من ذلك سيطرت على الأجواء فوق سوريا ولا أحد لا الأمريكان ولا أحد الأمريكان بالأخص ليس من مقدرتهم التحليق فوق سوريا واطلقوا صواريخ فمنظومة الدفاع الروسية سوف تلقي أو تلاحق هذه القاذفات. نعم طيب الدفاع الروسية بأن روسيا استعمل على تعزيز الدفاعات السورية ضد أي خرق للطيران السوري أو ضد أي ضربات أمريكية لاحقة. يعني برأيك التعاون الروسي السوري في الفترة المقبلة ما هي الأشكال التي يمكن أن يندرج في إطارها؟ كيف يمكن أن تعزز بالفعل روسيا من الدفاعات الجوية السورية خاصة كما ذكرت أنها أوقفت أي تعاون مع الجانب الأمريكي في سماء سوريا؟ لا يوجد يعني لا تستطيع الحديث عن تعاون روسي سوري ولا شيء سوري متواجد إلا القديم أو بعض الأشياء يعني نوعا ما حديثة. فالدفاع الجوي المتواجد في سوريا هو دفاع جوي روسي. المنظومات الدفاعية الجوية الدفاعية التي هناك يعني ترك المنطقة بكاملها بما فيها البحر المتوسط يعني من إسرائيل لتركيا. لا يوجد طائرات أو صواريخ لا ترصد لكن من قبل لم يتم التعامل معها بعد توقيف الاتفاقية. هذا تصعيد عسكري إن حصل وجود طائرات عسكرية أو صواريخ أو قواذف عسكرية أمريكية سوف يتم التعامل معها تلقائيا. نعم فهذا تصعيد خطير جدا ونحن الآن ربما نشاهد ما كان في الستينات في المشكلة في البحر الكاريبي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. نحن ندرك تماما المسؤولية في موسكو لكن على السيد ترامب اتخاذ الأولويات إما أن عندما يريد إخماد المشكلات الخاصة به في السياسة الداخلية في الولايات المتحدة هذا لا يعطيه الحق بأن يتم أن يهاجم بصواريخ أو قنابل أو أي بأي شكل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. نعم وكذلك الذهبيين. أشكرك الأستاذ تيمور ديودار المحلل السياسي كنت معنا هاتفيا من سوريا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن الضربة العسكرية على مطار الشعيرات وسط سوريا تنحصر بالرد على الهجوم الكيميائي في خان شيخون والذي تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه ولا يندرج في إطار حملة عسكرية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد اتهم روسيا بعدم تحمل مسؤولياتها في سوريا، وقال تيلرسون الذي من المقرر أن يزور موسكو الأسبوع القادم إن الضربة الصاروخية التي وجهتها بلاده إلى قاعدة جوية سورية هي دليل على استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك عندما تتجاوز دول الخطوط الحمراء على حد قوله. أعلنت روسيا تعليق اتفاق السلام الجوي مع الولايات المتحدة في سوريا، كما دعت إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بعد الضربة الصاروخية على سوريا. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأمريكي عدوانا سيسبب أضرارا للعلاقات الروسية الأمريكية ولمحاربة الإرهاب بشكل عام. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن الضربة الأمريكية عمل عدواني مبني على حجج واهية، مشيرا إلى أنها تعيد إلى الأذهان دخول الولايات المتحدة إلى العراق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الضربة الامريكية في سوريا الحقت ضررا هائلا بالعلاقات مع روسيا. رحب الائتلاف السوري المعارض بالضربة الامريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا، داعيا واشنطن الى استمرارها لتقويض قدرات الرئيس السوري بشار الاسد بشن الغارات. وأعرب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد رمضان عن أمله في أن تكون هذه الضربة بداية لمنع النظام من استخدام طائراته في شن أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام الأسلحة الكيماوية. ولمزيد من المتابعة معنا الدكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني مساء الخير. دكتور حسني أنا أسمعك. يعني بعد قرار روسيا بتوقيف اتفاقية السلام الجوية مع الولايات المتحدة في الأجواء السورية، يعني كيف ترى تأثير ذلك مباشرة على ما سيحدث خلال الأيام القادمة؟ هذا أول ضرب سياسي وعسكري من قبل الرئيس بوتين على الضربة الأمريكية، يمكن أن تعرقل ما يسمى بتقاسم الأجواء السورية في بعض المناطق المهمة جدا والاستراتيجية، خاصة في الحرب ضد تنظيم الدولة، وفي نفس الوقت كذلك في الطلعات الجوية سواء للنظام السوري وكذلك لروسيا، بالإضافة لمنع أي عمليات رقم عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة، حيث أن هذا التقاسم تقاسم المعلومات حول الفضاء الجوي مهم جدا من أجل سلامة الطيران الحربي العامل في سوريا. طب دكتور حسني، يعني هناك البعض يرى أن من الممكن أن تكون هناك مواجهة شبيهة بمواجهة الكاريب في الستينات ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا السيناريو مطروح خلال هذه الفترة أو هذه المرحلة؟ هناك تخوف، لكن لا أعتقد أنه سيصل إلى هذه المرحلة. الرئيس بوتين عقلاني جدا، ورئيس ترامب رأينا يعني من خلال العملية الأخيرة أنه أخذ رأي وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية وكذلك العديد من المستشارين، لأنه لم يأخذ الأمر اعتباطيا، ثم أنه أخبر تقريبا معظم الدول الأوروبية المهمة فرنسا بريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى موسكو أخبرها بالعملية، ثم أن العملية نفسها لديها محدودية عسكرية لأن عملية محددة زمانا ومكانا ولا يمكن أن تؤثر تأثير قوي جدا على قدرة النظام السوري العسكرية ولا حتى على نفوذ روسيا داخل الأراضي السورية. ثم أن هناك لقاء مهم جدا بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي، من الصعب جدا على بوتين أن يقطع العلاقات منذ الآن في حين أنه في بداية بلورة سياسة جديدة منذ وصول ترامب إلى السلطة. البعض يعترض على تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن يعني هناك ما تقوم به الولايات المتحدة وهناك خطوط حمراء لمن يتعدى هذه الخطوط، يعني كيف ترى هذا التصريح وردود الفعل الدولية تجاههم؟
هناك بيان من الأمم المتحدة مجلس الأمن عندما تراجع الرئيس أوباما على الخط الأحمر، قامت روسيا بوساطة مهمة جدا وأقنعت الولايات المتحدة بأن سوريا ستتخلى على كامل المواد التي تستخدم في أسلحة كيماوية. هذه هي الصفقة. والآن معلومات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وإن لم نبدأ بعد في تحقيق دولة مستقلة، تشير إلى أن الدولة المسؤولة عن استعمالها والجهة المسؤولة هي النظام السوري. وبالتالي هناك أصلاً يعني هناك أصلاً تعدي صارخ على التزام دولي، التزام قبل كل شيء سوريا بوساطة مهمة جداً من روسيا، والتزام روسيا بأن سوريا ستتخلى على استعمال الأسلحة الممنوعة الدولين. فأعتقد أن الولايات المتحدة استعملت ذريعة مقبولة دولياً ومقبولة كذلك قانونياً لأنها مبنية على التزامات سابقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. شكرا يا فندم. كما ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل السياسي دكتور جورج عالم. دكتور جورج، يعني بالتأكيد لبنان من الدول التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة السورية بسبب استضافتها لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وكانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مؤخرا في جنيف يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع أممي حول الأزمة السورية بأن الأزمة السورية تضغط على لبنان بشكل كبير. رأيك يعني بعد الضربة الأمريكية الأخيرة إلى أين تتجه الأزمة السورية وتداعيات ما حدث على الصعيد الإقليمي؟ طبعا مع أن الأزمة السورية لن تأخذ طريقة نحو تسوية عادلة، فباعتقادي أن أي تصعيد داخل سوريا ينعكس سلبا على الداخل اللبناني. لنكون صريحين، لبنان اليوم هو موضع تجاذب من قبل قوى حداثة، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، إيران وحزب الله من جهة أخرى، وروسيا من طرف ثالث. وبالتالي هذه القوى الحداثة إنما هي ضاغطة على الساحة السورية لغير متوازنة، وهذا ينعكس سلبا طبعا على لبنان الذي لا يزال يستضيف المزيد من النازحين وعنده طرق رفاهية، رغم أنه كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل إنما هو أمام تحدي مصيري نظرا لوجود 1.5 مليون نازح سوري يغمسون في الصحراء اللبنانية. لذلك باعتقادي أن الوضع لا يدعو إلى التفاعل على الأطلاق. نعم. طيب ما حدث من ردود أفعال متباينة بعد هذه الضربة الأمريكية توحي بانقسام دولي كبير إزاء الأزمة السورية؟ بدأ في التصاعد خاصة بعد إدانة الرئيس الروسي والكرملين لهذه الضربة، وصفها بأنها عدوان وبأنها تقف في طريق بناء أي تحالف دولي ضد الإرهاب وفي طريق حل الأزمة السورية بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل إيران التي ذكرت أن هذه الضربة ربما تفتح الباب من جديد في المنطقة ل يعني رد فعل آخر، وقالت أن طهران وموسكو لم تقف صامتين إزاء هذا الهجوم الأمريكي. هذه الآراء المعارضة للضربة الأمريكية في مقابل الآراء المؤيدة والمرحبة لها من جانب المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية بالإضافة إلى إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، كيف ترى هذا الانقسام الدولي وإلى ما سيقود المنطقة برأيك؟ الوضع في غاية التعقيد. أولا هذه الضربة الأمريكية إنما هي مغايرة أعلنه الرئيس ترامب من أن هدف الولايات المتحدة في سوريا والعراق هو محاربة داعش. الضربة ليست لمحاربة داعش، الضربة هي لإضعاف النظام الذي يحارب داعش. إذن هناك تحول في الإدارة الأمريكية، أو هناك ما يستوجب السؤال، هل أن الإدارة الأمريكية تخلت فعلا عن محاربة داعش في سوريا وبدأت تحارب النظام؟ إذا كان الجواب إيجابا فهذا ما يعطي فرصة كبيرة لكي نرى أن المملكة العربية السعودية على سبيل الذكر والحصر هي مرحبة لهذه الضربة، لأنها لم تستهدف داعش بل تستهدف أضعاف النظام وإسقاطه. الأمر الثاني ينطلق أيضا على بريطانيا
على فرنسا، على دول الاتحاد الاوروبي، على كل الدول التي تريد ان تستثمر طبعا في داخل السوق. اضف الى ذلك ان هناك منحى جديد، بمعنى ان الاشتباك الدبلوماسي قد حصل فعلا في جلسه مجلس الامن الاخيره، وكان هناك محورين، المحور الاول هو الولايات المتحده ومع بريطانيا وفرنسا، المحور الثاني كان روسيا وسوريا. هذه المشابهة في مجلس الأمن أدت إلى إسقاط القرار الذي تقدمت به الدول الثلاث الغربية لإدانة طبعا النظام السوري، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى تصعيد الموقف، وهذه الضربة العسكرية الأمريكية تأتي في هذا السياق أيضا. لكن السؤال المطروح، هل أن الأمور ماضية نحو المواجهة العسكرية؟ باعتقادي كلا، يعني هناك إحاطة دبلوماسية، علينا أن ننتظر المحادثات التي سوف يجريها وزير الخارجية الأمريكي في مصر يومي 11/12 الجاري اليوم على الشهر من الصباح. نعم، طيب، يعني أستاذ جورج عالم، شكرا لك، شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا من العاصمة بيروت، أستاذ جورج عالم المحلل السياسي. وللمزيد من المتابعة أيضا معنا الدكتورة أميرة الشنوادي، أستاذة علوم سياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو المجلس المصري الأوروبي. دكتورة أميرة، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بداية، كيف ستؤثر الضربة الأمريكية في سوريا على مسار العملية السياسية، وخاصة أن كانت هناك بعض العقبات أمام هذه المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف وغيرها من المفاوضات؟ ما في شك ان اللي حدث ده سيؤدي الى تعقيد الازمة السورية نظرا للتوتر بين روسيا والولايات المتحدة، ويبدو ان النظام السوري اساء فهم وجود بوادر تعاون بين روسيا وامريكا، وايضا اعلان الرئيس دونالد ترامب اكثر من مرة بان هدفه في سوريا هو القضاء على داعش وليس القضاء على بشار الاسد. فقام يعني الأسد بهذه المغامرة الحقيقة اللي أدت إلى الكثير من العواقب وتعقيد الأزمة السورية بشكل كبير جدا. هذا طبعا بالإضافة إلى التوتر اللي حدث بين الدولتين الكبرى أو الأعظم، الولايات المتحدة وروسيا، لأن روسيا الآن تعتبر يعني في مصاف القوى الكبرى العظمى بعد رئاسة بوتين لها وتحسين الاقتصاد بشكل كبير رغم العقوبات المفروضة عليها. فما في شك ان هذا التوتر هيؤثر على مجرى الامور بالنسبة للازمة السورية. احنا شفنا ان رئيس بوتين الان يدعو الى يعني عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الروسي، وده طبعا بسبب التوتر الكبير. ايضا وزارة الدفاع الروسية اعلنت انه سيتم تنفيذ مجموعة من التدابير في سوريا عشان يقدروا، او حتى سوريا يعني تستطيع ان تعزز نظام الدفاع المضاد للصواريخ لديها. تمام. كل هذه الامور طبعا دكتورة أميرة، تعزيز روسيا لنظام الدفاع المضاد للصواريخ، يعني هل هناك اشارة في هذا التصريح؟ يعني طبعا الإشارة إن روسيا لازالت حريصة على سوريا وإنها متمسكة بنظام الأسد، لأن طبعا هذا ليس من أجل عيون بشار الأسد، ولكن لأن روسيا لديها مصالح كبيرة في سوريا. صحيح. ولديها قاعدة عسكرية هناك، كما أن سوريا بالنسبة لروسيا هي ظهير هام جدا في المنطقة. فكل هذه الأمور طبعا طبيعية جدا إن روسيا ووزارة الدفاع الروسي يعني تعمل على تعزيز جميع الأنظمة العسكرية وليس فقط نظام الدفاع المضاد للصواريخ، كل ما يمكن أن يجعل سوريا والجيش السوري التابع للنظام إن هو يصمد أمام أي محاولات أو غارات جوية عليه، سواء من الولايات المتحدة أو من إسرائيل، لأننا نعلم أن إسرائيل منذ يعني القريب يعني في الفترة الماضية قامت فعلا بعدة طلعات جوية من أجل قصف الحزب الله والحرس الثوري الإيراني الذي يعمل في سوريا، وأيضا للقضاء على الأسلحة الموجودة هناك.
طيب وجود او دعوه مجلس الامن وعدم الاتفاق الدولي على ان يكون هناك تحقيق دولي ضد الاسلحه الكيميائيه التي استخدمت على خان شيخون وادت الى هذه الماساه الانسانيه، برايك يعني لماذا هذا التشابك؟ لماذا عدم الوصول الى قرار صائب في مجلس الامن على الرغم من تصريحات جميع الدول بانها ضد الاستخدام الكيميائي سواء يعني في سوريا او غيرها؟ لان روسيا طبعا في مجلس الامن كان بيخشى ان روسيا تستخدم حق الفيتو ضد هذا، وخصوصا ان بعد الضربة الامريكية طبعا روسيا اعتبرت وصرحت بانه يعتبر عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة بحجج واهية بحسب تعبيرها هي. ولافروف اللي هو وزير الخارجية ذكر ان شن ضربات امريكية ضد سوريا يعني هذا ليس من مصلحة من يعني هذا فقط من مصلحة من يريد إشال أستانا ومحادثات جنيف. هم بيعتبروا ان هذا تم بدون يعني بتسرع وبدون اي تأكيد لوجود هذا التجاوز من جانب الحكومة السورية، وروسيا يعني بتؤكد بانه من غير المقبول توجيه اتهامات لسوريا دون اجراء تحقيق مفصل وغير متحيز. دكتورة اميرة، يعني كمان حتى المتحدث باسم الكرملين اكد على التأثير المباشر لهذه الضربة على العلاقات الأمريكية الروسية، هل تتوقعين أو ماذا تتوقعين من خطوات أخرى ستتخذها روسيا خلال المرحلة القادمة تجاه هذه الضربة الأمريكية؟ أنا أتصور يعني الموضوع هيأخذ بعض الوقت توتر بين الدولتين، خاصة روسيا طبعا هي بتشعر بحرج شديد لأن هي التي يعني تساند سوريا عسكريا، ولكن أتصور أن الأمور لن يعني تتفاقم وإنما يعني مع مرور بعض الوقت سوف يتم حدوث نوع من الهدوء ويزيل أو يعني ينتهي هذا التوتر بين روسيا والولايات المتحدة. يعني أنا لا أتصور أنه سيكون هناك تصاعد لمزيد من الإجراءات، يعني إلا فقط ما يتعلق بزي ما قلت يعني محاولة مساعدة سوريا في أن هي تستطيع أن تصد أي هجوم جوي عليها. تمام، شكرا جزيلا للدكتورة أميرة الشنواني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو المجلس المصري الأوروبي، شكرا جزيلا. هذا وقد توالت ردود الأفعال الدولية على الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية سورية. وبينما عبرت الدول الحليفة لواشنطن عن تأييدها للخطوة الأمريكية، أبدت الدول الداعمة لدمشق استنكارها لما وصفته بالعدوان السافر على دولة ذات سيادة. مواقف دولية متباينة أثارتها الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا عكست توازنات القوى في الصراع المستمر منذ 6 أعوام. حلفاء واشنطن أعلنوا تأييدهم للخطوة الأمريكية، وأعلنت بريطانيا أنها كانت على علم بالضربات. خلال اليومين الماضيين عقب الهجوم الكيميائي كانت هناك مشاورات مكثفة في لندن وواشنطن والأمم المتحدة، وناقشنا مع وزير الدفاع الأمريكي الخيارات المتاحة وأبلغنا بقرار الرئيس الأمريكي بشأن الضربة الجوية، وكانت رئيسة الوزراء على علم بها. فرنسا وألمانيا حملتا في بيان مشترك الرئيس السوري المسؤولية الكاملة عن الضربة الأمريكية لاستخدام السلاح الكيماوي، وأكدتا مواصلة جهودهما لمعاقبة المسؤولين عن ذلك. الآن جرى استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى، وبعد إبلاغنا قررت واشنطن توجيه ضربات إلى منشآت سورية، وأرى أنه يجب المتابعة على المستوى الدولي في مجلس الأمن وصولا إلى فرض عقوبات على بشار الأسد ومنعه من استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه. في المقابل رفض حلفاء سوريا خاصة روسيا وإيران التحرك العسكري الأمريكي، واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الضربة العسكرية الأمريكية عملا عدوانيا اعتمد على حجج واهية على حد قوله. وأوضحت الخارجية الروسية أن ما قامت به واشنطن يضر بالعلاقات بين البلدين. مجموعة أبريل الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم أضرت بالعلاقات الأمريكية الروسية، ومرارا أكدنا استعداد موسكو للتعاون
في حل كثير من القضايا الحرجة على الساحة وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب الدولي، ونحن لن نقبل بأي خطوات غير شرعية ضد سوريا. وفي أول رد فعل عملي أعلنت موسكو تعليق التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطائرات خلال العمليات التي تنفذها الطائرات الروسية والأمريكية في سوريا، وطالبت باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربة الصاروخية الأمريكية. عاد إلى القاهرة صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من واشنطن بعد زيارة رسمية ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت 6 أيام. وقد أجرى الرئيس خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية. كما التقى الرئيس السيسي في واشنطن مع وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء في مجلس الشيوخ والنواب ورؤساء الشركات الأمريكية. استكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثالث لزيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبل بمقر إقامته كل من السيدة كاي جرينجر رئيسة اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع بمجلس النواب الأمريكي، والسيد ماري دياز رئيس اللجنة الفرعية للنقل والإسكان والبنية الأساسية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. الرئيس خلال اللقاء أعرب عن تقديره للمواقف الإيجابية التي يتخذها عضو مجلس النواب الأمريكي إزاء مصر وحرصهما على تطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تنسيق التشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لقد كان الحوار مباشرا، تحدثنا في الكثير من الأمور كالعلاقات بين البلدين والإرهاب والإخوان والطريق للأمام فيما يتعلق بمواصلة التبادل العسكري. كنا نتحدث فوق أصدقاء الأصدقاء وكان الاجتماع جيدا جدا. عضو الكونغرس بدورهما رحب بزيارة الرئيس الأولى لواشنطن وأشاد بدور سيادته في تدعيم الأمن والاستقرار بمصر والمساهمة في استعادته بالمنطقة.
في المقام الأول نحن نتعامل مع شخص أظهر شجاعة وقيادة قوية في ظروف صعبة للغاية، ونتفهم أهمية مصر كما نتفهم أهمية الدور القيادي لرئيس السيسي. المحادثات كانت رائعة وتضمنت العديد من القضايا، ونشكره على شجاعته في تولي القيادة. كانت القيادة أمرا ضروريا، ولدينا مفاوضات داخل الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، ونتفهم أن أمامنا تحديات حقيقية ونواجه أعداء، فضلا عن تهديد الإرهاب الذي لا يواجه الولايات المتحدة وحدها بل يواجه أوروبا ومصر أيضا. أنتم بدأتم تشاهدون أمرين: أولا وجود توجه جديد بشأن كيفية مواجهة الإرهاب بجدية، واعتراف ليس بأهمية مصر فحسب بل ورئيسها السيسي أيضا. ولم يكن هذا اللقاء الوحيد الذي استكمل به الرئيس نشاطه، بل جمعه لقاء آخر بالسيدة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي. أعرب فيه سيادته عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وأكد من حرص مصر على استمراره لا سيما في مجال الدعم الفني، فضلا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية لعام 2030 وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية. واستعرض كذلك سيادته ما يتم إنجازه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار، فضلا عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين. أما السيدة لاغارد فقد أشادت بالقرارات الشجاعة لمعالجته في اختلالات الهيكلية في الاقتصاد وبالخطوات الجدية التي اتخذتها الحكومة. لقد أجريت محادثات مع الرئيس السيسي وكانت تتسم بالإيجابية، وتركزت الموضوعات على الاقتصاد المصري والجهود الحثيثة التي يبذلها الشعب المصري بجانب التضحيات التي يتم تقديمها ونتائج سياسة الإصلاح الاقتصادية التي يتبعها الرئيس السيسي وحكومته. وهذا يؤكد قوة الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي لخدمة الشعب المصري. لقد بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عدة شهور، وسيتم إلقاء أول نظرة على تطبيق البرنامج في شهر مايو المقبل، والأمور تسير على ما يرام. وأكد كذلك حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. من واشنطن، سحر مالي، التلفزيون المصري. والآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة أخبار الاقتصاد. يصحبكم في هذه الجولة الاقتصادية زميل محمد سليمان. إليك محمد. شكرا أحمد وشكرا لك سحر. مرحبا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وابتابعونا فيها: ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من الإمدادات بعد الغارة الأمريكية على سوريا، واتجاه بين المستثمرين لحيازة الملاذات الآمنة. أهلا بحضراتكم. اتجه المستثمرون حول العالم إلى حيازة الملاذات الآمنة والابتعاد عن الأصول الخطرة خلال تعاملات اليوم بعد الضربة الجوية الأمريكية على سوريا. وسجلت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة بسبب مخاوف المستثمرين من تصعيد في المنطقة يمكن أن يؤثر على امتداد النفط الخام. وارتفع سعر برميل النفط الأمريكي 93 سنتا ليبلغ نحو 52.63 دولار، وزاد خام الكاس المزيج الأوروبي مزيج بنت 88 سنتا ليصل إلى 55.77 دولار للبرميل. وعلى صعيد العملات، اتجه المستثمرون نحو العملات الآمنة مثل الين الياباني، والذي ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، بالمقابل انخفضت الليرة التركية بنسبة 1% أمام الدولار بعد الضربات الأمريكية على سوريا، حيث بلغت قيمة العملة التركية نحو 3.73 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. كما انخفض الروبل الروسي بنحو 1% ليصل إلى 56.93 روبل للدولار. وفي أسواق المال، انخفضت مؤشرات البورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم، وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% مع هبوط القطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية. وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2%، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%. كشف رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات رغب شحاتة عن وجود مخزون استراتيجي للأرز يسد احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر. وأضاف شحاتة أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار،
مشيرا الى ان متوسط سعر بيع كيلو الارز ما بين 6.5 جنيهات و7.5 جنيهات ونصف، ولم يشهد اي زيادة خلال المرحلة المقبلة. تابع اخبارنا الاقتصادي وعاد استكمال بانوراما مع زميلي احمد وسحر. تفضل. انا لك محمد. أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد حالة حرب في بلاده التي تعاني جراء هجمات تشنها حركة الشباب المتطرفة التي يأمل في شن هجوم ضدها لتحرير المناطق التي تسيطر عليها. ودعا الرئيس الصومالي الشعب إلى دعم الجيش الوطني للمساعدة في محاربة الإرهابيين، وأجرى الرئيس في مقديشو تغييرات على رأس الجيش والشرطة والاستخبارات غداة هجوم جديد بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية أسفر عن موت 4 أشخاص على الأقل. أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على دعوة نظيره الصيني شي جين بيانغ لزيارة الصين عام 2017. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إثر لقائه نظيره الصينية أن القمة الأولى بينما سمحت ببناء صداقة وعلاقة جيدة جدا وطويلة الأمد. هذا وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تسهم الزيارة في طمأنة بكين لسياسات الإدارة الجديدة بشأن التجارة والموقف من تايوان. وختاما نذكر بعناوين النشرة. قتلى في صفوف العسكريين السوريين ودمار كبير بقاعدة الشعيرات الجوية جراء ضربة صاروخية أمريكية ردا على الهجوم الكيميائي على إدلب. ترامب يعتبر الضربة الأمريكية على سوريا انتصارا للعدالة، وروسيا تعلق اتفاق التنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا. ردود فعل دولية متباينة على الضربة الأمريكية على قاعدة عسكرية سورية. نهاية النشرة. إلى اللقاء.